مرحبا بالجميع، إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل ما هو جديد بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. شاهدوا كيف أصبحت نادين خوري بالحجاب ومن دون مكياج، والتعرف على حقيقة ارتداء شاذ حسون الحجاب. الفنانة السورية نادين خوري نشرت عدة صور لها من كواليس مسلسلها الجديد الذي انتهت من تصويره حديثا، مقامات العشق محي الدين بن عربي، والذي يتحدث عن حياة محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بمحي الدين بن عربي أحد أشهر المتصوفين. وظهرت نادين في هذه الصورة كسيدة متصوفة ترتدي الحجاب وتجسد شخصية فاطمة القرطبية. حقيقة ارتداء شاذ حسون الحجاب. تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة العراقية شاذ حسون بدت فيها مرتدية الحجاب، في إشارة منهم إلى أنها تحجبت بشكل دائم، ولكن تبين ان هذه الصورة ليست جديدة، حيث انها كانت نشرتها حسون سابقا عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، واشارت الى انها جاءت بمناسبة احياء ذكرى الاسراء والمعراج، ونشرت صورة لها بالازدال الاسلامي كاملا، واحتفظت بالحد الادنى من مساحيق التجميل، واكدت ان الصورة ملتقطة من مراقد آل البيت. شكرا لكم على المشاهدة.